بعد معاينة الأضرار التي خلفتها الأمطار الأخيرة على مدينة عين قزام من طرف اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تم التأكيد على أن الدولة دوما تبقى بجنب المواطن خاصة في مثل هذه الحالات. شاهدنا في هذا الصبيحة مياه راكدة على مستوى النسيج العمراني لمدينة عين قزام، هي وضعية اللي متحكمين فيها. هناك إجراءات استعجالية التي تم اتخاذها من أجل امتصاص المياه اللي متواجدة بكميات كبيرة جدا. النقطة الثانية هي الاستماع لانشغالات المواطنين للتكفل النهائي بهذه الظاهرة، حيث كان هناك اقتراح من أجل إنجاز مشروع لحماية مدينة عين قزام من الفيضانات، ونظن بأنه هناك دراسة اللي يمكن الاعتماد عليها، وسيتم اقتراح هذا المشروع في إطار عمل اللجنة الوزارية المشتركة. بعد التقلبات الجوية اللي سجلتها مدينة عين قزام، في إجراء استعجالي تفضل به معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وهو إفاد لجنة وزارية مشتركة للوقوف على مدى التكفل وكذلك إحصاء كل النقائص الواجب اتخاذها من طرف القطاعات المختلفة. فيه سكنات غمرها المياه، فيه سكنات يقدر الحال تكون متضررة، ولكن من باب الانهيار ما عدا أسوار إحاطة بتعداد 15 لحد الساعة، اللي ما شكلت لا خطر ولا ضرر على المواطنين. السلطات المحلية والمواطنين استحسنوا التدخل السريع للجيش الوطني في إجلاء المواطنين الذين غمرت المياه بيوتهم. جابوا مولانا هذا الماء، ما عندنا في أخبر، والحمد لله اللي جانا في النهار، إذا كان جا في الليل قام يعقب التا واحد. جانا في النهار الحمد لله رب العالمين، وفسد الديار وريض الحوان، وراه عندنا الحوان ما عرفنا حتى اللي صار فيه، وبقاو المعيز والديار والفرشة واللي كاينة بقات معمرين عليها الديار. ويحيى الجيش والبوليس والحكومة كلها راهي معانا. ومن أجل القضاء نهائيا على هذه المشكلة، تم اعتماد دراسة لمشروع سابق من أجل صرف المياه التي تغمر المدينة كلما سقطت الأمطار.